جميع الفرق الموجودة في مشروع مسام هي فرق يمنية، الإشراف كوادر سعودية، وأجانب موجودين معنا في المشروع يساعدونا في الإشراف والتدريب، ولكن كفرق على الأرض فرق نزع الألغام بالذات هي كلها فرق من اليمن، واستعنا أخذنا منهم من البرنامج وطن نزع الألغام في اليمن، وسحبنا من عندهم وبمساعدتهم وشراكة منهم 32 فريق تحت مظلات مشروع مسام.